اتفضل حبيبي. الله يسلم الايدين. الله يسلمك. يسلموك. اسمع على هالسمعة، كنت عند رفيقتي بصبحية مبارح، لك كانت عندها موجودة الكهرباء رغم انه كل المنطقة مطفية عند الكهرباء. بسيطة، بيكونوا مركبين بالبيت جهاز بي في. بي في؟ شو هاي بي في؟ يا ستي، هذا جهاز بنحط على الاسطوح لواقي الضوئية، بيستقبل أشعة الشمس والضوء وبيحولها لكهرباء وبيخزنها بالبطاريات. شو هالاختراع هاد؟ بعدين بتدفعي حقه مرة واحدة بس وقت اللي بتركبيه. وين بدي لاقي؟ صار موجود بالأسواق. الله يخليك، ركب لنا هذا البي في بالبيت. بي في؟ ايه، أصبح اعملي جمعية انت ورفقاتك بي في لحتى نجمع حق البي في ونركبه بالبيت. ايه موافقة، طالما ما رح تنقطع عندي الكهرباء.